احنا اللي يوم الفدا رحنا نفديكي ونضحي براحنا، احنا اللي يوم الفدا رحنا نفديكي ونضحي براحنا، وضحكنا حتى على جروحنا، ضحكتنا هونت الشيله، وانت اللي نسهر في هواكي وتدوب قلوبنا في نجواكي، وانت اللي نسهر في هواكي وتدوب قلوبنا في نجواكي، ولا عمرنا نحب سواكي، ونصون جميلك يا جميلة، اه يا جميلة، نديك حب وتدينا ونمد للشمس ايدينا، نديك حب وتدينا ونمد للشمس ايدينا، ولو تعبنا تاخدينا ناخد في حضنك تعسينا، ونقوم ولا شيء يوقفنا، لابو جهل جهله يحرفنا، ونقوم ولا شيء يوقفنا، لابو جهل جهله يحرفنا، ولا ابو لهب هيخوفنا، ما احناش ضعاف ولا لا تحيلة، اه يا جميلة. يا عيني على صوتك الحلو وكلامك الحلو. يعني انا النهارده قررت ان انا اعمل فقره مختلفه، ما دخلتش انترو، لا انا بدات بكلامها وبغنيها وبصوتها الحلو جدا جدا، صوتها الجميل المميز اللي فعلا كلنا النهارده هنستمتع بيه، وانا شخصيا استمتعت بيه جدا. معانا المطربه الشابه نهى المصري. نهى انت منورانا، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. بحب جدا جدا الصوت الحلو، لان الصوت الحلو بيدخل القلب على طول، بيحرك مشاعر فينا بقى واحاسيس وحاجات حلوه كتير. ايوه. اخبارك ايه؟ الحمد لله. احكي لي كده، انت طبعا دخلتي برنامج وكسرتي الدنيا، يعني صوتك لله. مميز جدا ولفت النظر طبعا كل الناس اللي كانوا موجودين معاكي في البرنامج. اكيد انت بداتي من بدري، عايزه في عجاله كده عشان مش عايزه اضيع وقت، عايزه اسمع صوتك على طول، اسمع غنى 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 على طول. فقبل ما نغني مع بعض عايزه اعرف مشوارك الفني كده في عجاله. هو انا كنت اصلا يعني ما كنتش عارفه ان صوتي حلو خالص، يعني ما كنتش عارفه بجد. لا الصوت ده باين من زمان ان هو حلو، يعني ما عارف، ده مش تدريب، ده من عند ربنا. يعني قبل ما اخش المعهد بس صوتك حلو. طبعا كمان يعني كان عندي موهبه قبل ما اخش المعهد كمان. حلو. بس انا ما كنتش عارفه، اللي اكتشفها يعني حد وقال لي صوتك حلو وكده، ما كنتش مصدقه برضه، لحد ما قابلت مخرج وخدني في مسرحيه، اصلا بمثل وبغني استعراضيه. فخدني في مسرحيه، بدات بقى مشواري من هناك كده، من اول ما شافني الراجل دوت اللي هو المخرج. تمام. اكيد اكيد وانت صغيره كلنا كنا بنغني واحنا صغيرين، عارفه ما تبقي في الحمام وقافه على نفسك بتغني والناس بيسالي صوتها وحش بيبان، بس انت صوتك حلو اكيد وانت بتغني كورال مدرسه، اكيد اهلك او مامتك وباباكي اكيد استشفوا دي فيكي، يعني عرفوا ان انت صوتك حلو، ما ركزوش او انت ما ركزتيش على الموضوع ده خالص. انا كنت دايما بحب الغنى قوي، بنحب الغنى، بس ما حدش من اهلك قال لك في وقفه هنا، خدك بقى وداكي معهد الكونسرفتوار مثلا، علمك الموسيقى، دخلتي كورال مدرسه، كل الكلام ده حصل. ده الكلام ده حصل بعدين، يعني انا الاول كنت بس انت كبيره. بس وانت صغيره لا، سبع ثمان عشر سنين اكيد. لا كنت بغني بس. بس ما حدش ركز. لا لسه ما كناش واخده باله منه، لا يعني في موهبه وكده. فكنت بغني بس، انا كنت مبسوطه بصوتي بس. بداتي بقى الـ كان الكلام ده في الجامعه قلتي لي؟ لا كان وانا صغيره. لا انت بداتي عرفتي لما المخرج قال لك ان صوتك حلو ركزتي هنا؟ كنت في ثانوي ساعتها. في ثانوي. خدت ثانوي بره. بديتي ورجعت خدت ثانوي تاني في المعهد موسيقى عربيه. اكتر حاجه ضايقتك او وقفت معاكي او تحديات او صعوبات وقفت معاكي في مشوارك الفني لحد ما النهارده جيتي عندي هنا؟ هو كان بس موضوع اللي هو ان انا اخش تاني ثانوي في المعهد بس. هو بصراحه الموضوع يعني لان انت اوريدي كنت واخده ثانوي من بره، كنت بره مصر. اخدته كان ثانوي فندقي. فبعدين تاني يعني خدته تاني ثانوي. انا مش الموضوع يعني مش صعب جدا. بس هو برضه ان هو يعني انت كبيره فاهمه، بتاخدي تاني ثانوي يعني نفس الحاجات بتمر عليكي تاني، بنفس الذكريات، بنفس الاشخاص كده، بتحسي انك شفتي الناس شفتيها قبل كده. فالموضوع في كده بس. لكن هو ادام انت بتدرسي الحاجه اللي بتحبيها الموضوع بيعدي. هوا صوتك حلو من غير اي حاجه، من غير اكتشاف، من غير اي حاجه. هنتكلم عن البرنامج بس خليني الاول اسمع صوتك
في اي اغنيه، اختاري اي اغنيه وانا معاكي. تمام، ممكن نغني يعني وبعدين لمين؟ نجاح سلام. يلا بينا. يعني وبعدين يا حبيبي بقى، يا مصح العين على كانوا بقى، يعني وبعدين يا حبيبي بقى، يا مصح العين على كانوا بقى، انا مش هنساك ولا هترجاك، انا مش هنساك ولا هترجاك، وبحبك وانا ونصيبي بقى، احترت عليك اسال ده وده، والقلب ما بطل شوقه وندى، احترت عليك اسال ده وده، والقلب ما بطل شوقه وندى، خليك مشغول وهجور على طول، خليك مشغول وهجور على طول، ان كان يرضيك يا حبيبي كده، وعوز لي مالها ومالي بقى، ويا ريت هتسيبني في حالي بقى، وعوز لي مالها ومالي بقى، ويا ريت هتسيبني في حالي بقى، انا مش هنساك ولا هترجاك، انا مش هنساك ولا هترجاك، وبحبك وانا ونصيبي بقى. انا مش عارفه اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه. ما شاء الله. طب اقول لك على حاجه، انت مش حاسه ان صوتك حلو جدا؟ حاسه يعني ماشي، عشان بس مش انا عايزه تقولي على نفسك لا مش مغروره ولا حاجه، بس انت صوتك حلو. ايوه طبعا. طول الفتره اللي فاتت دي ما حسيتيش قبل سنه وان انت بتغني وصوتك حلو؟ لا حسيت، ما هو انا الفتره دي كانت كبيره جدا، اولى سنه، اولى اعدادي، ثانيه اعدادي، ثالثه اعدادي، المرحله دي كنت بغني فيها دايما عادي، بس مع لوحدي. اه يعني بس ما في البيت ما حبيتيش روحي تكتشفي نفسك يعني كان في برضو برنامج من البرامج الكبيره جدا من 10 سنين كانت قويه جدا جدا، وفيها اكتشاف للنجوم والمواهب بشكل كبير، وكان ملحوظ قوي في الوقت ده. ما هو انا ما كانش في دماغي ساعتها، دماغي كانت مشتته جدا، كنت عايزه اصلا اطلع مضيفه الطيران. اه فانت مش كان دماغي بقى في كده، انا كنت بغني بس انا دماغي ان انا ابقى مضيفه الطيران. دي بقى رساله مهمه جدا جدا مني لكل الناس اللي بيشوفونا النهارده، ساعات بنتمنى حاجات بس احنا بيبقى عندنا مواهب ثانيه لو احنا ركزنا عليها هنبدع فيها، ونبدع فيها بشكل قوي جدا وبشكل ملحوظ وبشكل ناجح. قبل بقى ما ندخل على اغنيه ثانيه، عشان مش عايزه اضيع وقت زي ما انا قلت لك، برنامج اكتشاف المواهب او برنامج الدوم غير لك كان محطه لتغيير حياتك كلها. البرنامج ده عمل فيك ايه، وكنت ملاحظه ان انت هتعملي ده ولا لا؟ بصراحه هو البرنامج تقلني وخلاني فاهمه اكتر، وانا ما كنتش فاهمه الكلام ده في ساعتها. عندك درايه او عندك فكره او انت عندك مثلا احساس انت هتكسري الدنيا، ان انت الناس هتنبهر بيكي، الناس هتبص لك، كنت ملاحظه ده؟ هو انا دايما الناس بتعمل معايا كده، بس انا دايما حاسه ان انا لا، انا لسه قدامي كتير جدا. قدامك كتير، بس انت في الـ في الـ في الـ 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 البرنامج ده كان محطه تغيير حياتك. ايوه طبعا، بس ساعتها ما كنتش حاسه. ما كنتش بعدين حسيت. لما دخلتي بقى عملتي ايه؟ احكي لي. دخلت لكل الناس عشان اللي ما شافوش البرنامج وشافوك ان انت بتقدمي صوتك قدام نجوم لاول مره، وانت حاسه ان انت مش عارفه لسه، يعني ولا عندك احساس انك هتتكسر الدنيا، ولا عندك احساس ان انت هتروق، يعني عادي كنت داخله عادي. ده طبعا ده من احلى حاجه في النجوم، ان هم يحسوا ان هم متواضعين دايما. بالزبط. ودايما كل ما بيقدوا مشوار نجاح او حاسين ان هم كويسين، لا جواهم عايزين اكتر وعندهم طموحات. أيوة اكتر دايما طبعا. الدوم انا دخلته عديت 3 مراحل، والمرحله الاخيره اللي هي قبل الاخيره بقى خرجت منها، كان تصويت وحاجات كده. بس هو يعني انا اصلا دخلت كنت بغني شعبي، اختاروا معايا وكده وقرروا ان احنا هنغني شعبي، فخلاص قلت تمام. طب بص، انا بحب الشعبي جدا جدا، انا طبعا يعني كملي كلامك بسرعه وبعد كده ندخل على الاغنيه شعبي على طول. ماشي. فطبعا يعني سمعوا صوتي وعجبهم، فانا كنت بقى ده في اول مرحله، عشان بس في اول تاني مرحله احنا اصلا كان في مراحل قبل التلفزيون. انا عارف. مراحل ثانيه عديتها ودخلت التلفزيون، عديت مرحله والثانيه. الثانيه كان ايه بقى؟ ده الاولى شعبي، الثانيه كانت ايه؟ كانت شعبي برضو. طب انت حاسه ان انت اختيارك كان غلط مثلا؟ هو انا مش احنا اللي كنا بنختار، يعني احنا كان في كوتش بيدربنا. فكان اختار معاكي الاغنيه. طبعا هو اختار، سمع صوتي وقال لي
بس بعدين بقى لقيت ان انا لا انا ممكن اغني اكتر من حاجه، شعبي ورومانسي وحبيبي. يلا نسمع شعبي بقى ندخل على المرحله الثالثه على طول. يلا بينا. هتغني ايه؟ مش عارفه نغني. قولي لي الاغنيه اللي انت غنيتيها اكيد كسرتي الدنيا لما دخلتي. ممكن نغني انا الدنيا. ها؟ انا الدنيا. يلا. انا الدنيا، انا الدنيا اللي هتورك نجوم الليل في عز الظهر. انا الدنيا، انا الدنيا اللي هتخليك تحس ان انت من غير ظهر. انا الدنيا اللي هتربك وهتهينك وهتذلك، هوريك الوجع الوان محدش مني هيحلك. ده انا الدنيا اللي هتوريك نجوم الليل الليل في عز الظهر. ده بس دي مش شعبي. دي شعبي. بوسي كانت بتغني. بس احنا عايزين شعبي اكتر. تعرفي يعني حتى في نص دقيقه كده عشان مثلا ما نحرمش الجماهير من حاجه. يعني شعبي قوي اكتر من كده. صوتك يبقى يعني عادي. عدويه. انا بعشق عدويه. ما انا مش حافظه يعني مش بغني له قوي. الفتره دي بقى بدات ان انا بنت السلطان ده كل الناس حافظه. مش حافظه. اغني معايا كده اخد منك بقى الايه اللقطه كده. طب اي اغنيه؟ اي اغنيه؟ مش لازم شعبي طبعا صح؟ ليك على بالك. طب بقول لك ايه، تامر حسني، شيرين، اصاله، الاغاني دي ممكن نغني حاجه الانغام. المطربين دول طبعا بيبقى صوتهم قوي جدا واغانيهم كلها مسمعه مع الناس. يلا انغام. ماشي. عشان تتسفر. يلا. لسه ناوي عالرحيل، تفتكر ملهوش بديل، اعمل ايه اعمل ايه في الوحدة وانت مش هنا، اعمل ايه اعمل ايه ومنين اجيب صبر السنة، اعمل ايه اعمل ايه من سؤال مهزوم بيترجى الجواب. مش بتقصد عيني يا حبيبي العتاب، من سؤال مهزوم بيترجى الجواب. مش بتقصد عيني يا حبيبي العتاب، سيبك انت من دموع العين وقولي، سيبك انت من دموع العين وقولي، خدت ايه في شنطة سفر او ايه فاضلي، خدت ايه في شنطة سفر او ايه فاضلي، خدت من صبري وطريقي منتهى، مش معاك نبض اللي تاه، خدت صورتي شوف كده لا تكون نسيت عمري وصباه، شوف كده لا تكون نسيت عمري وصباه، شوف كده لا تكون نسيت عمري وصبايا، ولا احساسي بكياني وبالحياة، اما حيرتي والعذاب ملكي انا، هما اصحابي في غيابك طول سنة. يعني على كلامك الحلو وصوتك المبدع. صوتك حلو جدا ما شاء الله. الحمد لله. احلامك اللي جايه ايه؟ عايزه تعملي ايه؟ هو انا ناويه الفتره اللي جايه اركز في المعهد جدا، ولان السنه الجديده دي تبقى صعبه اللي هي بتاعه الثالثه ثانوي دي، هي دي تحديد مصير يعني في المعهد، فاركز فيها جدا طبعا. بين بقى الحاجات الثانيه اللي الحفلات اللي هي في الاوبرا. بتعملي حفلات في الاوبرا؟ طبعا. بتحضري ايه دلوقتي؟ حاجه تعمليها، اغنيه،
داخله في حاجه في مسلسل الكلام ده؟ هي في اغنيه ان شاء الله جديده يعني ناويه الفتره الجايه هنزلها باذن الله. بس يعني لسه مش دلوقتي. يعني بجد بشكرك جدا جدا، وزي ما دخلت باغنيه انا كمان هختم مش بالانترو بتاعنا. بشكرك جدا، كان معايا النهارده المطربه الشابه الجميله نهى المصري اللي فعلا متعتنا بصوتها الحلو الجميل العذب اللي كده فيه حاجات حلوه. يعني انت نورتينا، وطبعا لازم نقول للمشاهدين نسمعهم حته صغيره من الاغنيه بتاعتك اللي انت بتحضريها او نازله قريب. هينفع؟ يعني ممكن نغني حاجه غيرها. ماشي، يعني كده انا مش هضغط عليك، بس هجيبك يعني فقره تانية ان شاء الله. غني بقى كلها. ان شاء الله الاغاني كلها ان شاء الله باذن الله. هنغني حاجه لام كلثوم. يلا. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، ده انا ياما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان، ده انا ياما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان. وهي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود. هي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود. انما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي.